بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا يوصيكم مثل حظ الأنثيين
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد ولهن
فإن كان لكم علم فلهن ثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده
وله عذاب مهين. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وكان الله عليما
حُكْمًا حَكِيمًا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال وعاشرون
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا وإن أعدتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا مبينا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم
وعما تقم وخالاتكم حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم أرضانكم وأخواتكم من وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم